وبالعودة إلى ملف الانتخابات، ينضم إلينا عبر سكايب من أمريكا رئيس الحراك المستقل لإنقاذ العراق. يعني في البدء، ما الذي يجعل الكاظمي مصرا على إجراء الانتخابات في حزيران المقبل رغم عدم ترتيب الكثير من الملفات التي يعاني منها العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكركم لإتاحة الفرصة لنا من قناتكم الموقرة. أهلا وسهلا. بالحقيقة موضوع الانتخابات في العراق يراد لها أن تنجح، فهنالك مهمة يقوم بها السيد رئيس الوزراء والممثل الممثلة السيدة جنين بلاسخرت في العراق لإنجاز موضوع الانتخابات كطريقة لإرسال رسالة إلى العالم بأن الوضع بالعراق يعني وضع عادي والأمور ماشية بالاتجاه الصحيح، ولكن هي ليست موضوع أن نضع العراق في موضوع أنه يعمل على انتخابات وينجز انتخابات فقط لغرض يعني إعلان أنه العراق يمر بطريقة صحيحة، وهم يعرفون جيدا إن لم تكون هنالك انتخابات فسوف تتدخل الأمم المتحدة لإيقاف هذه المهزلة التي يمر بها العراق. ولذلك السيد الكاظمي يعني يريد أن ينجح، ويتصور أنه في حال عملية إجراء الانتخابات مهما كانت النتائج بأنه هو قادر أو ناجح على عملية إنجاز هذه الانتخابات. شنو اسم الضيف؟ لأنه بالنتيجة النهائية سوف تصب في يعني في حسناته كرئيس وزراء، ولكنه لا أحد ينظر إلى موضوع العراق والشعب العراقي مع الأسف، فهي مجرد الإصرار على عملية الظهور بالوجه الناجح أمام العالم، بالرغم من أنه هنالك عدم وجود أصلا مقومات ناجحة لعملية إنجاز هذه الانتخابات، ولا توجد مقومات لوجود دولة أصلا مع الأسف. نعم. طيب سيد الكريم، يعني هل الناخب العراقي مستعد لخوض تجربة انتخابات جديدة وهو لم يلمس شيئا من الحكومات المتعاقبة بعد 2003؟ نعم، سؤال جميل جدا. بالحقيقة نحن في الحراك المستقل لإنقاذ العراق اسمنا يدل على وضع العراق، اسمنا انبثق من عملية إنقاذ، يعني الوضع في العراق في حالة غرق، فعملية الإنقاذ هي تنطلق لشيء في غاية من السوء أو في حالة موت أو في حالة الانحدار إلى الموت. فالوضع بالعراق وضع اللا دولة من تاريخ يعني إزالة الدكتاتورية في العراق ودخول العراق في ما يسمى بالحالة الديمقراطية، يعني نعم. العملية هي عملية أصلا غير صحية أو غير صحيحة، عملية الانتقال من أعظم الدكتاتوريات اللي موجودة بالعالم ثم دخوله إلى طريقة ديمقراطية تشابه الدول المتطورة بالعالم، فشيئان متناقضان وبسرعة لا تتخللها فترة انتقالية لعملية تثقيف وفهم الطبقة السياسية التي تحكم العراق، وإضافة إلى ذلك فهم الشعب العراقي لعملية إدارة الدولة الجديدة بالطريقة الديمقراطية. هذا الموضوع لن يؤدي إلى نجاح إطلاقا، لأنه عملية الانتقال من حالة إلى أخرى بشكل سريع جدا تؤدي إلى نتائج، هذه هي النتائج التي نراها منذ 2003 ولحد الآن، أو عفوا منذ 2004، لأن 2003 كان تحت الانتداب أو تحت الحكم إدارة بول بريمر، لكنه الآن من ذاك الفترة 2004 ولحد الآن مع الأسف لا نحن إنجاز ما يريد. ولذلك يعني نشاهد ونلاحظ بشكل واضح وصريح أنه الشعب العراقي دخل في موضوع نعم. نعم. المظاهرات. طيب سيد وسيم، بتغيير النظام الحالي في العراق. سيد وسيم، إذا كنت تسمعني، ما الذي سيجعل الكاظمي قادر على خوض انتخابات نزيهة تغير الوجه السياسي الموجود؟ هل يكفي، يعني هل هذا يكفي بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية؟
لا بالحقيقة يعني عملية أنه إجراء انتخابات بظل هكذا وضع في العراق هو عملية دخول العراق إلى دوامة لا نهاية لها. نحن نريد أن ننتخب أو ندخل في عملية انتخابات عندما تكون هنالك دولة. حاليا في العراق لا دولة، لا توجد دولة، هنالك طبقة سياسية تدعي بأنها تقود العراق إلى بر الأمان، والشعب العراقي كله يعرف من أعلاه إلى أسفله، من الشمال إلى الجنوب، الشعب العراقي يعرف جيدا أن هذه الطبقة سرقته ثم تطلب انتخابها مرة بعد مرة، وتدخل في عملية أنه يطالبون الشعب العراقي بغض النظر عن كل الجرائم التي قامت بها، ويدخلون الانتخابات ولا توجد أي مقومات لعملية انتخاب. هنالك معايير، هنالك لابد وجود أمن، لابد هنالك موجود شفافية، لابد هنالك موجود نزاهة. أين النزاهة؟ أين الأمن؟ هنالك ميليشيات مسلحة تحمل السلاح وتقتل وتهدد حتى رئيس الوزراء نفسه. هو رئيس الوزراء يقول أنا الشهيد الحي، يعني أنا أستغرب يعني كيف أن تريدني أنا أن أذهب أنتخب بحرية وشفافية وبنزاهة وهنالك لا نزاهة ولا أمن ولا استقرار ولا كل شيء. أنا أدعو من خلالكم السيد رئيس الوزراء المحترم السيد مصطفى الكاظمي بأن يتخذ إجراء شجاع وينتقل من حالة اللا دولة إلى اللا دولة بطلب دعم دولي وتدخل في عملية إنهاء هذه الفوضى التي يمر بها العراق. الأموال لا نعلم بها أين تذهب، طبقات سياسية تريد أن تستقر وتبقى في البرلمان بطرق وإشكالات غريبة. ثم هنالك أشياء غريبة، عملية الكتلة الأكبر، يعني أنت تنتخب أو لا تنتخب بالنهاية أنت لا تنتخب ما تريد، لأن هنالك قانون أعرج يسمى الكتلة الأكبر لا نفهم ما هي، لأنه بالانتخابات السابقة تصارعوا وعملية الكتلة الأكبر لا أحد يعني لا أحد يعرف لحد الآن، وبعد مرور هذه الفترة لا يوجد شيء اسمه الكتلة الأكبر. مع العلم أنه في سنة 2014 نلاحظ أنه من فاز بهذه الانتخابات هو السيد أياد علاوي، ولكن السيد المالكي دخل فجأة وقال أنا الكتلة الأكبر والرجل ذهب. فهنالك نظام. سيد وسيم أرحب بك بدوري، ولضيق الوقت دعنا ننتقل إلى سؤال آخر. سيد وسيم إن كنت تسمعني، إعلان الكاظمي، فلماذا الانتخابات؟ نعم سيد وسيم، اذهبوا واعملوا كتلة أكبر وانتخبوا بينكم. نعم. وإن شاء الله حلال عليكم. نعم لضيق الوقت ننتقل إلى سؤال آخر. إعلان الكاظمي لموعد الانتخابات يعني لقي ترحيبا من الكتل السياسية التي ما زالت مقسمة حيال الموعد وآليات إجراء الانتخابات. كيف ستقنع هذه الكتل الشارع بإعادة انتخابها مجددا؟ هنالك فارق كبير ما بين هذه الكتل السياسية وبين الشارع. الشارع هو حسب الدستور يراد له أن يكون مصدر السلطات. لا وجود لمصدر السلطات لدى الشارع. الشارع يطالب بحقوقه منذ أكثر من سنة. ماذا أدت هذه المطالبة؟ أدت إلى 800 شهيد من هؤلاء المتظاهرين الأبطال وأكثر من 25,000 جريح. فكيف يراد لنا أن ننتخب؟ أين هي مقومات الانتخابات؟ يعني هي مجرد كلمات أو هي مجرد عمل يريدون أن يقومون به لتثبيت أركان الدولة، يعني بلاصق، يعني هذا اللاصق يتهرأ بعد دقائق من وضعه للم هذه الوضعية. أنا يعني أنظر إلى أنه الحل في العراق هو إعلان يعني حالة الطوارئ وإغلاق الدولة ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لتثبيت العراق، وإلا نحن في المعارضة العراقية في الخارج وفي الداخل سوف نذهب إلى إعلان الإكزايل جوفرمنت اللي هي الحكومة في المنفى، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بنا لإدارة العراق بشكله الحضاري المحترم المهذب لاحترام الشعب العراقي واحترام العالم. هذا البلد أصبح نعم.
بؤرة. سيد وسيم الأغا رئيس الحراك المستقل لإنقاذ العراق، شكرا جزيلا لانضمامك في نشرة أخبار زغرة، شكرا لك.